السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سأقدم لكم في هذا الفيديو ملخص الجزء الأخير من الكيمياء، منح تطور مجموعة كيميائية sens d'évolution d'un système chimique. ولنا التطور تلقائي لمجموعة كيميائية، نذكر بخارج خارج التفاعل QR. نعتبر مجموعة كيميائية عند درجة حرارة T تخضع لتحول كيميائي، نعبر عنها بالمعادلة التالية: A زائد B تعطي C زائد D، حيث بتيت A بتيت B و بتيت C بتيت D معاملات التناسب لهذا التفاعل. ونعتبر أيضا المتفاعلات كلها في حالة مميهة، يعبر عن خارج التفاعل في الحالة البدئية بالعلاقة QR initial تساوي تركيز C في الحالة البدئية أس C وتركيز D في الحالة البدئية أس D، أيضا تركيز A في الحالة البدئية أس A وتركيز B في الحالة البدئية أس B. أيضا يعبر عن خارج تفاعل عند التوازن، أو ما يسمى أيضا بثابتة التوازن K، بالعلاقة ك تساوي تركيز سي على الكيليبر عند التوازن أس سي وتركيز دي على الكيليبر أس دي على تركيز أ أس أ على الكيليبر وتركيز بي على الكيليبر أس بي. تتطور المجموعة الكيميائية وفق المنح الذي يجعل خارج تفاعل يؤول إلى ثابتة التوازن، أي خارج تفاعل في الحالة البدئية يتطور يزداد أو يتناقص لكي يصبح يساوي ك، لأن كل المجموعات الكيميائية تسعى أن تؤول إلى حالة التوازن، أي توجد في حالة التوازن. إذا لمعرفة منح تطور المجموعة الكيميائية نحسب خارج التفاعل في الحالة البدئية أي QR initial ونقارنه بثابتة التوازن ك، عفوا ثابتة التوازن ك، حيث إذا كانت QR initial تساوي ك تكون المجموعة في حالة توازن، أي ليس هناك تطور. أما إذا كانت QR initial أصغر من ك، أي في هذه الحالة يكون تركيز A عفوا تركيز C و D صغير، لذا A ثابتة التوازن صغيرة. لكي تؤول QR initial إلى K يجب أن تزداد، وبالتالي يزداد تركيز النواتج ويتناقص تركيز المتفاعلات، بالتالي تتطور المجموعة بشكل تلقائي في المنح المباشر أي المنح واحد أي نحو اليمين. إذا كانت QR initial أكبر من K في هذه الحالة يكون تركيز النواتج أي تركيز C و D كبير، بينما تركيز A و B أي المتفاعلات صغير. لكي تتناقص QR لتؤول إلى K يجب أن يتناقص تركيز النواتج أي C و D ويزداد تركيز المتفاعلات A و B، وبالتالي في هذه الحالة المجموعة تتطور تلقائيا في المنح الغير مباشر أي في المنح المعاكس 2. دونك هذه الخطاطة تلخص ما قلنا سابقا، أي عند التوازن QR تساوي K عدم تطور المجموعة الكيميائية، عندما تكون QR صغيرة أي QR تزداد وبالتالي المجموعة تتطور في المنح المباشر، وعندما تكون QR كبيرة أكبر من K المجموعة يجب أن تتناقص وبالتالي المجموعة تتطور في المنح المعاكس. تحولات تلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة، دونك هذا الجزء بالنسبة للموسم الدراسي 2020 خاص بالعلوم الفيزيائية وعلوم رياضية ألف وباء، بينما علوم الحياة والأرض والعلوم الزراعية غير معنية بهذا الجزء. مكونات العمود، إذا العمود هو ثنائي قطب، دوره أنه يقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الناتجة عن تفاعلات أكسدة اختزال إلى طاقة كهربائية، ويتكون العمود من نصفي عمود
ممكن النصف الأول والنصف الثاني. كل نصف عمود يتكون من صفيحة فيليزية مغمورة في محلول إلكتروليتي يحتوي على نفس الفيليز، مثلا صفيحة Ma فيليز ميتال A مغمور في محلول إيوني يحتوي على نفس الإيون Ma Na بلس. نفس الشيء بالنسبة للنصف العمود الآخر، يربط بين نصفي العمود قنطرة ملحية وقنطرة إيونية، دورها تؤمن مرور التيار داخل المحلول وأيضا الحفاظ على الحياد الكهربائي في نصفي العمود أو في المقصورتين. على مستوى الإلكترود الذي يتم بجواره الأكسدة، مثلا إذا اعتبرنا Ma يتم على مستوى الأكسدة، فإنه يمثل القطب السالب للمولد ويسمى الأنود. نصف معادلة الأكسدة تكتب على شكل M1، ينتج عنها الإيون، أي أكسدة هذا الفيليز ينتج عنه إيون Ma+ زائد N إلكترون، N1 إلكترون أي فقدان للإلكترونات. وبالتالي سيلاحظ تجريبيا على هذه الصفيحة تآكل هذه الصفيحة، الإلكترود الآخر سيمثل القطب الموجب. دونك على مستوى يحدث الاختزال للإيونات، مثلا في هذه الحالة M2 N2+ يسمى الكاثود ويمثل القطب الموجب للمولد. إذن الاختزال يتم وفق نصف المعادلة M2 N2+ زائد N2 أو كيعطي M2 أي صوليد عبارة عن فيليز. وبالتالي تجريبيا على مستوى هذه الصفيحة سيلاحظ توضع الفيليز. أثناء اشتغال العمود يحصل تفاعل أكسدة اختزال، معادلته في هذه الحالة انطلاقا من نصفي المعادلة يجب دائما أن يكون عدد الإلكترونات المفقودة، مثلا في هذه الحالة Ma يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. هنا نضرب في N2 نضرب في Na فنحصل على المعادلة، ثم نجمع الطرفين فنحصل على المعادلة N2 Ma 1 زائد N1 M2 N2 بليس تعطينا Na صوليد إيون التوضع زائد Mn2 Ma بليس. إذن في هذه المقصورة سيتزايد عدد إيونات Ma2 بليس لأن هناك أكسدة، بينما هنا سيحدث تناقص، بالتالي الحفاظ على الحياد الكهربائي الإيونات الموجودة في القنطرة الملحية تهاجر إلى الاتجاه. دونك بالتالي هنا يحدث تناقص Mn2+ إذا الكاتيونات ستنتقل في هذا المنحى، بينما الأنيونات ستنتقل في المنحى المعاكس، لكي يبقى دائما هناك الحياد الكهربائي. عدد الشحان الموجبة يساوي عدد الشحان السالبة. يمثل هذا العمود بالتبيانة الاصطلاحية، تسمى التبيانة الاصطلاحية أو التمثيل الاصطلاحي كالتالي. دونك القنطرة الملحية بخطوط متقطعة، ثم الإيونات في الجانبين، ثم سلاش سلاش، ثم فيليزات دونك فيليز أو ميتال M1، ثم سلاش ميتال M2. دائما يجب التركيز أو الانتباه للأقطاب، من الضروري تحديد الأقطاب. دونك القطب الموجب الذي يحدث بجواره الاختزال، والقطب السالب الذي يحدث بجواره الأكسدة. مميزات العمود، عمود قلنا هو ثنائي قطبي، له قطب موجب وقطب سالب، بالتالي له قوة كهرو محركة أو وحدتها الفولت، مقاومة داخلية R بالأوم. دونك حيث ما كتكون هذه المقاومة الداخلية بالأوم صغيرة، كل ما كتكون جودة العمود مرتفعة، وبالتالي له مدة صلاحية كبيرة.
Donc, bit de canon ohm, UPN, tu sais, oui, E, naqis RI. Donc, E, comme on a dit, le courant محركة, R, المقاومة الداخلية, et شدة التيار. نحدد قطبي العمود والقوة الكهرومحركة بواسطة الفولتميتر. إذا لقياس القوة الكهرومحركة للمواليد يركب الفولتميتر على التوازي ويكون المواليد معزول لقياس التوتر. ما إذا كان في دارة كهربائية مغلقة، في هذه الحالة يتم قياس توتر PN وليس قياس توتر PN. بينما عندما يكون معزول نقيس بواسطة الفولتميتر القوة الكهرومحركة. طيب بالنسبة للفولتميتر الرقمي له قطبين في وكون. دونك تحديد القطبية عندما نربط الفولتميتر على التوازي، إذا شرى الفولتميتر لقيمة موجبة الإلكترود المرتبط ب V يمثل الكاثود. دونك دائما مرتبط ب V إذا كان القيمة التوتر موجبة يمثل الكاثود. بينما إذا أشار إلى قيمة سالبة فإن الإلكترود المرتبط ب V يمثل الأنود. دونك ايضا بالنسبه لي نحدد القطبيه العمود يمكن استعمال الامبيرمتر وايضا نستعمله لقياس شده التيار الكهربائي ويركب على التوالي في الداره الكهربائيه. دونك تمثيله اصطلاحي. دونك ايضا له مربط A ولا MA وايضا مربط كوم. اذا اشار امبيرمتر الى قيمه سالبه فان الالكترود المرتبط ب A سيمثل في هذه الحاله الأنود القطب السالب. أما إذا أشار إلى قيمة موجبة فإن الإلكترود المرتبط ب A يمثل الكاثود أي القطب الموجب للموليد. ثم الدراسة الكيمياء للعمود. دونك كمية الكهرباء Q متدخلة خلال اشتغال العمود أثناء اشتغال يمنح طاقة كهربائية أو تيار كهربائي. دونك كو شحنة أو كمية الكهرباء تساوي عدد الإلكترونات N فوق القيمة المطلقة للإلكترون، حيث أن N تساوي NE فوق A، لأن بالنسبة لكمية المادة N للإلكترونات تساوي N جران N أي عدد الإلكترونات على ثابتة أفوغادرو NA، وبالتالي N هي NE فوق NA. دونك ايضا NA فوق القيمه المطلقه ل F تمثل فوق القيمه المطلقه عفوا ل E تمثل F اي الفاراداي. دونك الفاراداي هي القيمه المطلقه لشحنات مول واحد من الالكترونات، حيث F تساوي 9.65 عشرة اس 4 كولون بار مول موينز 1. دونك العلاقة بين شدة التيار الكهربائي الذي ينتجه العمود وكمية الكهرباء وأيضا مدة الاشتغال. أي يمكن أن نكتب كو تساوي إي فوا دلتا تي، حيث كو بالكولون إي بالأمبير ودلتا تي بالسكوند. تسمى كمية الكهرباء القصوى التي يمنحها المولد بسعة أو العمود عفوا بسعة العمود، حيث كو ماكس تساوي اي فوا دلتا تي اي هي مدة الصلاحية او مدة الاشتغال هذا العمود كأقصى مدة يمكنه ان يشتغل. وحدتها ايضا بالنسبة لكو كولون كما يمكن ان نستعمل وحدات امبير ساعة، اي اي بالامبير ودلتا تي ماكس بالساعة. والسلام عليكم. ستجدون إن شاء الله في علبة الوصف ملخص للأجزاء السابقة، كل من الجزء الأول والجزء الثاني في الكيمياء. ونلتقي إن شاء الله في الفيديو المقبل بالنسبة لتصحيح بعض الامتحانات النموذجية. والسلام عليكم مرة أخرى.